السلام عليكم، أخوكم هرم بيحييكم وباسم الأخوة بيناديكم. محتاج عروسة حلوة وغندورة، وما تكونش مناخيرها في كل ماسورة محشورة. مهنتي لا غنى عنها في كل بيت، واطلبني كذا مرة وقابلني لو جيت. وإذا كنت مستعجل وكتير عليا ألحيت، تيجي الأول تاخدني أعمل لك استشارة وأقول لك على السعر المطلوب، وبعدها تعمل صلاة استخارة. وخليك حسيس، ده أنا هطلع لك المستخبي والمداري، وممكن كمان أصلح لك المجاري. ولو الأحواض عند الهانم مسدودة، هاجي بشنطة الكشف وكل قطع زيادة معدودة، وهاخد حقي لأنها هترجع لي تاني حتى لو هي مسنودة. عند المقاولين الكبار معروف علامي على قدي، وما ساعدتنيش الظروف، لذلك اعذروني لو ما ساعدتنيش الحروف. يا ترى عرفتوا مهنتي وهتساعدوني؟ ويا ريت تهتموا بطلبي وتوعدوني وتقسموا انكم مش هتأثروا وتعهدوني.